السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وصلنا الدور ال 13 مشروع انجي برايم. في البناية في شقتين، شقة أمامية 3 غرف صالة، الشقة هذه والشقة هذه، والشقة الخلفية 4 غرف صالة في الخلف. احنا الآن بنصور شقة 3 غرف صالة مساحتها 190 متر مربع، شقة رقم 52 في الدور 13. أول ما نخش الشقة، هنا مدخل الشقة، عندنا الأرضيات زي ما احنا شايفين، أرضيات سيراميك فاخر، الديكورات السقفية، إنارات ليد مخفية، وعندنا هنا على اليسار زي ما احنا شايفين واجهة أمامي مراية، هي دواليب خاصة بالأحذية والعباءات. يعني شقة مجهزة بدواليبها. أول ما نخش الشقة مقابلنا هنا الصالة، شوف مساحة الصالة ما شاء الله، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله. أرضية الصالة باركي كواليتي جيد، الشقة كلها ما شاء الله تبارك الله ورق جدران فاخر زي ما احنا شايفين. الواجهة الأمامية كبيرة ما شاء الله تبارك الله مفتوحة، واجهة زجاجية مفتوحة، إطلالتها على المجمع. مجمع كبير ما شاء الله تبارك الله متكامل، في 9 أبراج تقريبا 600 وحدة سكنية فيها. عندنا البناية هذه اللي مقابلنا، هذه البناية اللي احنا شايفينها، هذه البناية هذه فيها الخدمات كلها. عندنا مثلا مسبح مغلق، صالة فتنس خاصة بالنساء وصالة فتنس خاصة بالرجال، عندنا حمام تركي، ساونا، صالة سكواش، ميني سينما، مسجد، مواقف مغلقة 3 أدوار، عندنا ملعب لكرة الطائرة وكرة السلة، ألعاب أطفال في الخلف، مساحات خضراء، بوابة إلكترونية وكاميرات مراقبة. يعني يعتبر كمدينة مصغرة مجمع إنجي برايم. 9 أبراج في كل برج، 17 طابق، في كل طابق 4 شقق، شقتين 4 غرف صالة وشقتين 3 غرف صالة. نكمل لكم تصوير باقي الشقة. نطلع من الصالة نجي هنا على اليمين المطبخ، دواليب المطبخ ما شاء الله تبارك الله راكبة، نوعية جيدة، نظام شفط. عندنا مساحة، هذه مساحة نقدر نحط فيها طاولة الطعام، ولها مخرج للبلكونة أيضا المطبخ. شايفين مساحة البلكونة، بلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، وإطلالتها لو تلاحظوا ما شاء الله إطلال على الطبيعة من الخلف، إطلالة رائعة جدا. عندنا إطلالة من هنا، في إطلالة جزئية على البحر، عندنا هنا إطلالة على البحر أيضا وعلى المجمع. تمديدات المكيفات كلها موجودة في الشقة، واصلة تمديدات. عندنا مخرج آخر للبلكونة من الغرفة الأولى، يعني عندنا مخرجين للبلكونة من المطبخ ومن الغرفة الأولى. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من المطبخ نجي هنا على الغرفة الأولى.
هذه الغرفة الأولى. مساحة الشقة ما شاء الله 190 متر مربع، والغرف أيضا كبيرة. هذا المخرج زي ما قلت لكم مخرج البلكونة من هنا، وأيضا لها إطلالة من الجنب على الطبيعة. زي ما قلت لكم تمديدات مكيف واصلة لكل الغرف. نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على اليسار أنتم بكرامة، دورة مياه أولى أنتم بكرامة، بجوارها دورة مياه رئيسية، عندنا المروش والكلوزت ومكان خاص لغسالة الملابس. مقابل الحمام الرئيسي وانتم بكرامة الغرفة الثانية، مساحة الغرف ما شاء الله تعتبر مساحة جيدة، تمديدات المكيف واصلة لكل الغرف، وإطلالة الغرفة الثانية أيضا إطلالة على الطبيعة. أخيرا وليس آخرا، غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله تلاحظوا ورق الجدران في كل شقة، لها بلكونة خاصة فيها، وأيضا غرفة النوم الرئيسية لها غرفة خاصة بغرفة تغيير الملابس اللي هي الدريسنج روم، دواليبها راكبة وجاهزة. داخل غرفة النوم، داخل غرفة الملابس في حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية مع المروش، يعني حمام متكامل بغرفة النوم الرئيسية. عندنا المروش والكلوزيت زي ما احنا شايفين، وهنا في الخلف المغسلة. لو تلاحظوا نسكر الباب، الباب هذا داخل الباب غرفة تغيير الملابس دريسنج روم. نيجي على البلكونة الخلفية التابعة لغرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على الطبيعة الخلابة ما شاء الله تبارك الله. شوف الطبيعة، مجمع إنجي برايم، موقع المجمع في منطقة كاشستو، منطقة كاشستو منطقة راقية وحيوية، موجود في المجمع كل الخدمات اللي نحتاجها، بالإضافة إلى ذلك قريب من المجمع المستشفى العام والسوبر ماركتات والصيدليات وكل الخدمات، يعني بين الموقع والساحل، بين الموقع والساحل تقريبا اللي هو الشارع العام عند جواهر مول تقريبا 700 إلى 800 متر. جواهر مول، مقابل جواهر مول في فندق نوفوتيل، بجوار فندق نوفوتيل راح يبنى فندق شيراتون. يعني منطقة كاشستو منطقة راقية جدا وحيوية، نقدر نقول أن المجمع مجمع راقي ومجمع جدا جميل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.